يحتوي هذا المحل على كل ما هو ثمين لندرته وقدمه. مجموعة من المصنوعات اليدوية والمعدات والأدوات النادرة التي يجدها الزائر في محل لؤي زهير أحد سكان مدينة الموصل. يعمل لؤي في جمع المقتنيات القديمة التي تصل أعمار بعضها إلى أكثر من 250 سنة. أجمع شغلات القديمة مثل الهاونات، مثل السماورات، مثل الأوتي على الفحم، مثل الساعات القديمة، حتى المسابح، الساعات مال يدوي، ساعات الجيب، المسجلات الأكاي. وللحفاظ عليها من الاندثار قرر لؤي جمع أكثر من 1000 قطعة من مختلف المصنوعات لتطلع الأجيال القادمة على تاريخ العراق المعاصر من خلال هذه المقتنيات. فهذا الجيل هسه هذا ما يعرف كله على الانترنت وما يعرف حتى الشغلات القديمة، وللعلم قسم منهم يعني أكو منهم من عندهم بالبيت هذا يروحوا يبيعوا بالوزن، مثلا الصفر، النحاس، هذا شيء تحفة ونادر وأنتيكة ومن معالم الموصل، هذا يروحوا يبيعوا بالوزن ما يعرفون قيمته وقدره. فإحنا الحمد لله نأخذ هالشيء هذا بأغلى ما يبيعه هو بحيث لا ينقرض. ويحلم لؤي بتحويل محله الصغير إلى متحف كبير، إلا أن دعم تحقيق حلمه أمر صعب المنال. والمحل ما اللي سويته بأنه ما كتجارة كبداية تجارة، لا كهواية، وسويته مثل متحف، أمنيتي أسوي بيت متحف مصغر يعني من كل الأعمال، القندرشية تكرمون، الخياط، الأوتشي، فمتحف صغير بس بنفسي هذا، وماكو دعم، ماكو دعم. ومع مرور السنوات واكتظاظ السوق المحلي بالمنتجات الاستهلاكية باتت المقتنيات القديمة والتراثية مهددة بالزوال، وهو ما دفع لؤي لجمعها والحفاظ عليها.